والمشارك في وعيب الحركة الإسلامية أو عيب الإخوان المشكلة الانحزام والتعالي والاستعلاء، لكن هو الإسلاميين دول أو يعني أو اللي بيسموا الإسلام لابد يندمجوا في المجتمع وينفتحوا عليهم ومفيش تبقى فيه ضغوط إطلاق. هو إسلاميين إيه؟ ما هو الشعب مسلم، الشعب المصري كله متدين، وإحنا كفرة، إحنا بتاع مسلم، الشعب المصري كله متدين، وممكن من الشعب اللي الشيخ فؤاد هيقول لنا حكايه جمعيه المحافظة على عشان فادينا تبنى والله يا عزيز. انا جمال وجاي كده سريعا. انا بوجه رساله لابناء الجمعيه الاسلاميه عموما، بقول لهم ما تفرحوش ببعض القيادات اللي موجوده اللي بتكفر الحاكم، ما تنبسطوش قوي، لاني القاضي اللي بتكفر الحاكم المستبدل كانت فين من حكم مرسي سنة لم يحكم بشرع الله؟ هتقولوا كان هيحكم، طيب السنة اللي حكمها مرسي كان كافر ولا مسلم؟ يردوا علينا في الجزئية دي. أنا بس أنا ليه بوضح الجزئية دي لأبناء الجماعة السامية؟ أصل الانخداع وراء الشعار، الشعارات وراء يبقى انا كده لو انا ما كفرتش، لو اللي بيكفر الحاكم المستبدل ما كفرش مرسي، لان مرسي ما حكمش بالشعر، بالعكس ده حسن مبارك كان بيجدد الخمارات في سنه سنتين، هم خرموا ثلاثه سنتين هو جددها سته، ثلاثه بس هو مره جدد ست سنين. بس هي ثلاثه، ده واحده وده ثلاثه. طيب يبقى ده سنة وده ثلاث سنين. هي كده. طيب ده فين انا؟ اين بقى مرسي؟ هذا دليل على ان فكرهم غلط. انا عايز اقول ايه بس؟ انت لو انت على عقيدة سليمة وبتكفر الحاكم، والحاكم ده كافر، الحاكم المستبدل كافر، والحاكم الذي لا يحكم بشرع الله كافر، يبقى محمد مرسي كان ايه في السنة دي؟ تقولوا لأتباعك، قوله لنا كده على ملأ، ان محمد مرسي كان هيحكم بس في الفترة دي كان كافر. قول زي ما قالها الرجل زي سيد امام، واخد بال حضرتك؟ سيد امام قال، سيد امام قالها في التلفزيون لعماد اديب، لعماد اديب قال له كافر. احنا بنقول هو مرسي حاجه، احنا سيد امام، سيد امام قالها في برنامج بهدوء وقال لك ومرسي بيحكم، قال مرسي كافر. لكن راينا احنا الشخصي ما زال هو الراي القديم ان الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله والمستبدل هي معصية وكفر لكفر وظلم لظلم فسق لفسق ولا يخرجه من الملة. واخبر حضرتك هم بيقولوا بيخرجوا من الملة، طب مرسي خرج من الملة؟ قولوا الكلام ده أتباعكم عشان أتباعكم يصدقوكم على الأقل، لكن لو ما قلتوش الكلام ده يبقى أنتوا بقى في خير وفقوس وفي تلاعب بأحكام شرع الله. غلط، في تلاعب بأحكام شرع الله والكلام ده يبقى غلط. أنا بدي أشوف فؤاد فكرة الجمعية عشان ماشي.